ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت أكرم السريوي الخبير في الشؤون العسكرية. أهلا بك سيادة العميد معنا. الوضع في البحر الأحمر كيف يمكن أن نصفه الآن، خاصة وأن الحوثيين لم تهدأ يعني صواريخهم تجاه القوات التحالف الأمريكية المتواجدة بالبحر الأحمر؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين. الوضع في البحر الأحمر ما زال على حاله، ويعني التصعيد الأخير الذي قامت به إسرائيل زاد من وتيرة العمليات، والحوثيون لن يتراجعوا عن موقفهم. جاء حارس الازدهار منذ يعني يناير الماضي، ولكنه لم يوقف عمليات الحوثيين ولم يردع هذه القوات من تنفيذ عملياتها، كان ضد السفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو ضد السفن التابعة للتحالف الازدهار ودول تحالف الازدهار. إذن نحن أمام مرحلة تصعيدية، لكن الواقع الجيوسياسي يعني والجغرافي يفرض نفسه على هذه المواجهة. المسافة تبعد أكثر من 2000 كيلومتر بين إسرائيل واليمن، وهذا يعني يفرض نفسه على هذا الصراع، يعني لن يتطور هذا الصراع إلى أكثر مما هو عليه. حتى لو كان هناك هجمات متكررة، أكان من قبل الحوثيين أو من قبل الإسرائيليين، بالتالي يعني هذه المواجهة ستبقى ضمن حدود معينة، لا يمكن أن تتوسع أكثر من ذلك. أولا لأن ليس يعني القوات حلف الازدهار ولا إسرائيل بوارد الذهاب بريا إلى اليمن، وهم أعجز من أن يقوموا بعملية مثل ذلك، والقصف هو مستمر منذ فترة طويلة، وأعتقد أن هذا الوضع سيستمر يعني إلى حين وقف الحرب في غزة. نعم، هذا الوضع سيستمر كما هو عليه كما تحدثت سيادة العميد، ولكن صحيفة لوموند الفرنسية تحدثت في تقرير لها عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عجزتا عن صد هجمات الحوثيين، ووصفت ما حدث من إجراءات متخذة بالفشل تجاه صد هجمات الحوثيين. إلى أي مدى يمكن أن تأخذ شكل المواجهات منحى تصاعدي، وما أقصى ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لصد هجمات الحوثيين؟ يعني بالطبع هذا الإقرار هو واقعي ومنطقي، هذا هو الأمر الذي حصل. وكما ذكرت لك يعني منذ أشهر لم تنجح قوات حرس الازدهار في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله، بل على العكس زادت التوتر في البحر الأحمر. ويعني اعتقد ان الحل الوحيد هو بالذهاب الى حل اصل هذه المشكله، والضغط ليس على الحوثيين بل الضغط على الاسرائيليين لوقف عدوانهم على غزه، لان اليمن اعلنت انها لن تتراجع ولن توقف هجماتها على اسرائيل ولا على السفن المتوجهه الى اسرائيل ما دام العدوان على غزه مستمرا. وبالتالي لا يمكن لقوات حرس الازدهار ولا لإسرائيل أن تفعل أكثر مما فعلته. التدخل البري شيء، خاصة في هذه الظروف يعني التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، هي لا تريد إشعال نار في الشرق الأوسط ولا تريد الدخول بشكل مباشر في حرب مع القوات اليمنية، وبالتالي يعني لن يكون هناك شيء جديد في هذا الصراع أكثر من التبادل يعني لضربات متنوعة. قد تستخدم اليمن أسلحة جديدة في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة قوات حرس الازدهار، خاصة أنها أعلنت أنها تمتلك صواريخ فرد صوتية، وقد تلجأ إلى ذلك في المرحلة القادمة. نعم، على صعيد الجبهة الأخرى جبهة حزب الله سيادة العميد، كيف تصف شكل المواجهات الذي وصلت إليه على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ الوضع على جبهة لبنان يمكن أن يتدحرج بشكل سريع جدا إلى يعني حرب شاملة وإلى مواجهة كبرى في ظل تصاعد يعني التهديدات الإسرائيلية المستمرة والتصعيد العسكري الميداني والإعلان الإسرائيلي عن استعدادات للتدخل في لبنان. هذا وارد جدا في أي وقت وفي أي لحظة، لكن أعتقد أن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية
عادت بعكس ما يشتهي. يعني الحزبان، نحن إذا رأينا نظرنا نحن إن الحزبين الديمقراطي والجمهوري وكل من التقاهم نتنياهو، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي اليوم يحث نتنياهو على والحكومة الإسرائيلية على الوصول إلى صفقة، وهو يقول أنه يعني لا فائدة من تحميل اللوم وإلقاء اللوم على الآخر، يجب السعي بشكل جدي للوصول إلى هذه الصفقة. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا يمكنها أن تعطي لنتنياهو غطاء لتوسعة الحرب كما يريد، لا على جبهة لبنان ولا حتى في غزة. العكس هو صحيح، يعني الإدارة الأمريكية الآن منشغلة بأمور عديدة، لكن بالرغم من ذلك ما زال هناك ضبابية في يعني المستقبل، فيما ستؤول إليه الأمور مستقبليا، لأن كما ذكرت أولا الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بما هو أهم من التسويات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى ما يبدو أن وقت يعني وعلى وقت التسويات في منطقة الشرق الأوسط لم يحن بعد على أجندة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا يمنح نتنياهو وقتا مستقطعا حتى تشرين الثاني ليقوم بما يحلو له وأن يستمر في تنفيذ مشروعه الذي أعلن عنه بشكل واضح وصريح بن غفير اليوم، عندما قال أن على إسرائيل أن تعيد احتلال قطاع غزة بالكامل وتقوم بتهجير الفلسطينيين من غزة. وهذا هو المشروع الذي يعني يعمل عليه نتنياهو، هو إطالة أمد هذه الحرب وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين ومحاولة تهجير الفلسطينيين. وليس فقط يعني أعتقد هذا المشروع لا يرسم فقط لغزة، بل أيضا يعني الإسرائيل تريد أن تنفذ هذه العمل أيضا في الضفة الغربية. لا يوجد يعني لدى الحكومة الإسرائيلية أي نوايا لإحلال سلام أو لتسويات. إسرائيل كيان يتغذى على الدم الفلسطيني منذ نشأته، منذ نشأة هذا الكيان الإرهابي العدواني وهو يتغذى على دم الفلسطينيين. إسرائيل إذا أوقفت الحروب وعاشت في سلام هي ستتزعزع وسيتزعزع هذا الكيان بشكل كلي وكامل. إسرائيل المقوم الأساسي لها والمبرر الأساسي لوجودها هو استمرار الحروب. وإذا نظرت إلى تاريخ إسرائيل سنجد أن هذه الحكومات كلها كانت بخلفية عسكرية، كلها جاءت يعني من ضباط الجيش أو من المقربين من ضباط الجيش، وبالتالي هذا يدل بشكل واضح على النهج العسكري، النهج القتالي، النهج الحربي الذي تعتمده إسرائيل. إسرائيل ليست دولة سلام ولا كيان يريد السلام في الشرق الأوسط، هي تريد تحقيق مطامع وأهداف لها في كل دول المنطقة وفي كل دول الجوار، بدءا من لبنان إلى سوريا إلى الأردن إلى سيناء. إسرائيل كيان يريد التوسع، يريد تحقيق مصالح يعني أبعد من فلسطين، ويريد توسعة الكيان الإسرائيلي إلى حدود أكبر بكثير مما هي حاليا. وهذا يقتضي طبعا الاستمرار في نهج الحرب، في نهج قتل الشعوب، في نهج يعني التعالي على القوانين الدولية. وطبعا هذا يتطلب بالدرجة الأولى الحماية الأمريكية والدعم الأمريكي. ونحن رأينا كيف ركز خطاب نتنياهو بكامله في الكونغرس على الخطر الإيراني وعلى مواجهة إيران وعلى أن إسرائيل تريد إنشاء تحالف في مواجهة إيران مع الدول العربية، وبالتالي هو لم يتحدث إطلاقا عن أي حل سياسي، عن القضية الفلسطينية إطلاقا لم يتحدث، حتى عن الحرب في غزة هو لم يتحدث. هو كل ما يعني تحدث عنه هو أن إسرائيل هي تحمي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تواجه إيران، وهو حاول استعطاف واستثارة الرأي العام الأمريكي تحت عنوان يعني محاربة ما يسميه محور الشر والإرهاب، وأنها هي يعني حرب الحضارة ضد الوحشية، وهي حقيقة حرب الحضارة ضد الوحشية، لأن هذه الوحشية الإسرائيلية وهذا الإرهاب الإسرائيلي لا مثيل له في العالم، لم يسبق لدولة أن قامت
بهذا الشكل، بهذه الإبادة، بهذه العدوانية. نعم، وبالتأكيد يعني الأيام القادمة ستكشف سيادة العميد موقف أمريكا من حرب غزة، وهل ستتغير الأمور أم ستبقى من على ما هي عليه. أنا بشكرك شكرا جزيلا أكرم السرييوي الخبير في الشؤون العسكرية، كنت معنا من بيروت.